اختبار قوة وحدة رد الفعل السريع الأردنية التي تم إنشاؤها مؤخرا خلال فعاليات تمرين الأسد المتأهب لهذا العام والتي انطلقت صباح الثلاثاء، هذا أبرز ما جاء على لسان مدير التدريب المشترك العميد فهد الضامن خلال مؤتمر صحفي عقده بمركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة بحضور مدير التمرين والتدريب بالقيادة المركزية الأمريكية الناطق الإعلامي باسم التمرين من الجانب الأمريكي اللواء ريك ماتسون. عملية التنظيف في القوات المسلحة هي عملية حيوية ديناميكية مستمرة تتبع أو تجاري تطورات الأحداث الموجودة في المنطقة. عادة في هناك قوة رد الفعل السريع، وإذا يمكن الجامعة الدول العربية على تشكيل قوة رد الفعل السريع، احنا كنا سابقينهم في الموضوع هذا، فهي قوة رد الفعل السريع سيتم اختبارها خلال التمرين. العميد الركن الضامن أكد أنه سيتم كذلك اختبار أسلحة جديدة خلال التمرين الذي تشارك فيه لأول مرة قاذفة أمريكية مهمتها إسقاط قذائف تقليدية على أهداف محددة بما يدين القتال. الأسد المتأهب لا عند التخطيط لأي تمرين، إما أنه أنت تغير على الأهداف التدريبية للتمرين أو تغير على المتدربين. في الأسد المتأهب الثنتين موجودات، يعني في أهداف تدريبية جديدة زي مكافحة الإرهاب الإلكتروني على سبيل المثال، وفي قوات كمان جديدة لرفع مستواها ورفع كفاءتها. اللواء ماتسون قال إن تمرين الأسد المتأهب هو التمرين الرئيسي والأبرز بين القيادة المركزية الأمريكية والقوات المسلحة الأردنية منذ انطلاقه عام 2011، حيث يوفر هذا التمرين فرصا عديدة لبناء وتمتين وتطوير العلاقات وتبادل الخبرات بين الجانبين اللذين يسعيان لأن تستمر وتدوم لضمان نجاح المساعي المشتركة في المستقبل. الأسد المتأهب الآن في عامه الخامس، حيث أصبح فعالية هامة بين الولايات المتحدة والأردن والشركاء العسكريين الدوليين لتسهيل الاستجابة للتهديدات التقليدية وغير التقليدية. تتضمن المهمات المهمة المتدرب عليها أمن الحدود، القيادة والسيطرة بين الوكالات، مكافحة القرصنة الإلكترونية وإدارة ساحة المعرفة. سيضمن هذا التمرين تدريب قطاعات واسعة من القوات الجوية والبرية والبحرية دامجاً طيف العمليات في تدريب القوات الموحدة. وفي سؤال للحقيقة الدولية حول إمكانية مشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والأمنية بهذا التمرين، أكد الضامن مشاركة عدد من المؤسسات الحكومية مثل وزارة الداخلية والخارجية والصحة المعنية بإدارة الأزمات في هذا التمرين. الدفاع الأعلى سيتم تفعيله خلال هذا التمرين، وراح يكون هناك ممثلين عن كافة الوزارات المعنية في مجلس الدفاع الأعلى. وتجري فعاليات التمرين الأسد المتأهب الذي يستمر أسبوعين في ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وعدد من مدارس ومراكز تدريب صنوف الأسلحة البرية والجوية والبحرية بمشاركة قوات مشتركة من المتوقع أن يتجاوز عددها 10,000 جندي، ويشارك في هذا التمرين كل من الكويت والبحرين وقطر والسعودية ومصر والعراق والإمارات العربية المتحدة ولبنان وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والباكستان وأمريكا وكندا وبلجيكا وبولندا وأستراليا وقيادة حلف الناتو، بالإضافة للمملكة الأردنية الهاشمية. محمد الفايز، الحقيقة الدولية.